ولكن أي صنف من النساء هذه؟ لا، ليست جميلة. أين الجمال في امرأة تتزوج لمصلحة مادية؟ جمال ورجولة، ولكن أي صنف من الرجال هذا؟ لا، ليس برجل. أين الرجولة في رجل يتزوج لمصلحة شخصية؟ أنسة منال، إذا لم أكن مخطئا. أستاذ جواد؟ نعم، تفضلي. نعم، ماذا تريد الآنسة مني؟ التفاهم، أقصد أردت مقابلتك لنتفاهم. حاضر، ولكن وقتي قصير، أرجو أن تكون المناقشة مختصرة. سأحاول أن أكتفي بما لديك من وقت. تفضلي. الأمر واضح وأظنك تعرفه. أمر زواجنا ليس كذلك؟ ما الجديد؟ أظنك وافقت وانتهى الأمر. تفضلي، قولي ما تشائين. هل وافقت أنت؟ في مثل هذه الأمور الرجل يسأل ولا يسأل يا أنسة. كأني بك تسأل لتتخذ موقفا. طبعا، سأقوم بواجبي على أكمل وجه، وعليك أنت أن تقومي بكل ما يتوجب عليك. أرجوك اسمعني. لا تتحفظي، هذا الزواج فرضته الظروف، ليس العاطفة أو الحب. أعلم هذا، ولكن لا يمنع أن نتفاهم. كنت أعتقد أنك متضايقة تبحثين عن طريقة تمنع هذا الزواج. طبعا لك الحق أن تعايني البضاعة قبل إتمام معاملة الشراء. ماذا؟ ألا ترين أني محق بكلام؟ أعتقد أن آراءنا متشابهة في هذا الموضوع. موافقة؟ إذا لنتفاهم. هل لديك فكرة توصلنا إلى حل مرض؟ اختيارك قد تم، فأية قيمة للأفكار؟ قلت جئتك لنتفاهم. ألا يحق لكل منا أن يتفهم الآخر؟ لا تطمعي بأكثر من الصداقة في بيتي يا آنسة، وحتى الصداقة أراها لوقت معين. حسنا، فكرة رائعة.
ولكن أرجو أن يبقى سرا بيننا. لا أريد أن يعلم والدي بمقابلتي لك، وخصوصا بصداقتنا. سأحاول، والآن سأنصرف إذا سمحت. تحب أن أوصلك إلى المنزل؟ لا شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.